تستعد الإمارات العربية المتحدة للاحتفال باليوم الوطني في 2 ديسمبر. تعرفوا معنا على قصة هذا اليوم. اليوم الوطني الإماراتي يوافق 2 ديسمبر كل عام، وتحتفل فيه دولة الإمارات العربية المتحدة بذكرى قيام اتحادها الذي تأسس عام 1971. وكانت الانطلاقة التاريخية لهذا الاتحاد بدأت بإجماع حكام الإمارات السبع، وهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حاكم أبو ظبي، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي، والشيخ صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة، والشيخ خالد بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، والشيخ محمد الشرقي حاكم الفجيرة، والشيخ أحمد المعلى حاكم أم لقيوين، والشيخ راشد بن حميد عيمي حاكم عجمان، واتفاقهم على الاتحاد فيما بينهم. وفي 18 يوليو عام 1971 قرر حكام الإمارات الست تكوين دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي 2 ديسمبر عام 1971 تم الإعلان رسمياً عن تأسيس دولة اتحادية مستقلة. وفي 10 فبراير عام 1972 أعلنت إمارة رأس الخيمة انضمامها إلى الاتحاد لينتظم عقد الإمارات السبع في إطار واحد. وفي سنة 1968 أعلنت بريطانيا عن رغبتها في الانسحاب من جميع محمياتها ومستعمراتها في الشرق الأوسط، واستعد أبناء البلاد لاستلام زمام الأمور وبدأت فكرة الاتحاد تشع. أقر دستور الإمارات الاتحادي مبدئياً مساء الأول من ديسمبر عام 1971، وفي صباح اليوم التالي الخميس 15 شوال عام 1391 هجرياً الموافق 2 ديسمبر عام 1971 ميلادياً اجتمع حكام الإمارات في قصر الضيافة في دبي، مانحين الشرعية لقيام الاتحاد بينهم والاستقلال عن بريطانيا. وتم اعتماد شعار روح الاتحاد ليكون الشعار الرسمي للاحتفالات في اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. كما انتشرت الصورة التاريخية للآباء المؤسسين عند إعلان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في 2 ديسمبر عام 1971.